يا جماعة أنا متشكر اهتمامكم ده قوي، بس الحقيقة ما كانش في داعي تضايقوا الحاج عبد الله. هو والست رحمة عملوا اللي عليهم وزيادة، بس الظروف جت كده بقى. يعني خلاص على كده المشروع وقف؟ والله أنا ما بإيدي شيء. الحقيقة ظروف الست رحمة، المحل والمستشفى، هنعمل إيه؟ يعني ده آخر كلام يا عباس بيه؟ ما نروح لهاش تاني؟ لا 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 أرجوكم بلاش تضغطوا عليها أكتر من كده. بس أنا وعدكم هدور على مشروع.
وهدرسه كويس وهعمله هنا. انا ما دام وعدتكم ان انا هعمل مشروع يعني هعمل مشروع. طيب نستاذن احنا يا عباس بيه. اتفضلوا. على اذنك. مع السلامه يا باشا. مين كان عايش معاها في الشقه بيتردد عليها بيبات معاها؟ يا بيه مفيش غير الشغاله هي اللي تيجي ساعات تبيت وساعات تروح على طول يا بيه. ومين كان بيجي لها قبل كده؟ يا بيه دي لسه طويله عريضه، في برضه اللي كان يجي يبيت وكان اللي يمشي على طول يا بيه. طب وانت عرفت منين ان في قتيل جوه الشقه؟ احنا ما بنعرفش ان في قتيل يا بيه، احنا نطلع خضره في الشقه اللي فوق شاب منه ريحه الغاز. كلمنا ست هاني مره واثنين وثلاثه ما ردتش عليا يا بيه. هترد عليك ازاي؟ كمل. بلغنا النادي يا بيه جم كسروا الشقه لغوا القتيله زي ما انت حضرتك شايف كده. واخر مره شفتها امتى؟ من يومين يا بيه، هو كان جايب نفس الفستان ده اهو. ها ايه الاخبار؟ الاثنين مصابين يا فندم والست في حاله سيئه يا فندم. عرفت شخصياتهم؟ الست مفيش اي حاجه تدل عن شخصيتها، ولينا البطاقه دي مع الراجل ده. سليمان سعيد حامد محمد. طيب بلغوا الاسم يبلغوا اهله عن طريق عنوانه اللي موجود هنا. تحت امرك يا فندم. واحنا هنعرف من خلال الموضوع ده كله مين صاحبه الشخصيه دي. تحت امرك يا فندم. رحنا الاسم ما عندوش اشاره باي حاجه. سالته في المستشفيات؟ سالنا في المستشفيات قالوا لنا ما فيش اي حاله عندهم باسم طنط فردوس. سالته عن حاله باسم سليمان السواق؟ هو انا ما كنتش اعرف اسمه عمه، انا استخدمت اسم طنط فردوس لان انا حافظه ثلاثي من قسمه الجواز. يعني ايه الارض اتشقت وبلعتهم؟ يا سالم. ايوه بابا. اسال لي في المستشفيات عن حاله باسم سليمان السواق. كلمتهم يا حاج؟ كلمتهم، هم كمان ما يعرفوش عنه حاجه طول اليوم. انا ست سناء من كام يوم وسبت معاها موبايل ورحت قعدت لوحدي في شاليه في الفيوم بعيد عن دوشه التليفونات. واضح انك كنت هربانه من حاجه. يا حضره الظابط انا فنانه واللي زيي محتاجه تقعد مع نفسها شويه. طب ومين اللي وصلك ما انت كنت سايبه عربيتك؟ اتصلت بشركه ليموزين وهي اللي وصلتني للشاليه، ولما حبيت اجيلك هم اللي جابوني. يعني الست اللي ماتت في الشقه دي ممكن تكون سناء؟ معرفش، هو انا شفت حاجه؟ خليكي تشوفي، بس دي كانت لابسه فستانك والبواب فكرها انت. يعني ممكن اللي قتلها يكون قصيدنا انا؟ ممكن تتصوري مين اللي يعمل كده؟ مش عارفه. لازم يكون حد متغاظ منك قوي. مش عارفه. طيب وانت ما كنتيش بتكلمي سناء يومين؟ نسيت، بس النهارده حاولت اكلمها مرتين ولما ما ردتش قلت اكيد نايمه لحد ما انا رديت عليك. بالظبط. طب يلا بينا. على فين؟ على المشرح، لازم تتعرفي على الجثه. فين ابني؟ انتوا عايزين مين؟ انا عايزه سليمان. هو جه امتى؟ بعتوا لنا من الاسم من شويه وقالوا انه جه في حادثه. طب شوف ده كده. هو سليمان حبيبي يا ابني. اسكت ياما، استنى ما نعرف ايه اللي جرالو. بس يا ام عمرو ما تصوتيش. على فكره يا جماعه كده غلط. اولا هو كويس ما فيهوش حاجه، هو بس نايم من البنج وكل اللي فيه شويه كسور بسيطه. من فضلكم بقى توطوا صوتكم عشان في مرضى تانيين. حبيبي اخويا. انت عارف سليمان؟ ايوه يا ابني انا امه. طمني يا ابني ماله جراله ايه؟ سليمان كويس ما تقلقوش، هو حالته مش خطيره. الحمد لله. اهم حاجه تعرفوا الست اللي كانت معاه في العربيه. ايوه يا ابني فرطوش هانم مالها. هادو الحاج عامله ايه؟ حالتها ايه دلوقتي؟ طمنا يا ابني. رد عم الدكتور. ماما مالها؟ شدوا حيلكم. حيلكم يعني ايه؟ امك ماتت رأفت؟ امي ماتت؟ البقاء لله. لا.
كانش ده اتفاقنا يا فردوس. يا رب ارحمها يا رب يا رب، دي اطيب حاجه في الدنيا. يا رب ارحمها. بس يا سلمى ما تعمليش في نفسك كده حبيبتي. بس قومي انزلي تحت، قومي. مش قادره يا رب، مش قادره استحمل. مش هينفع كده، كلنا كنا بنحبها وكلنا خسرناها، بس لازم تجمدي، لازم تمسكي اعصابك عشان الغلبانه دي وعشان خاطر الحاج. انت عارفه انه لسه خارج من عيا. يا رب ارجوك امسكي اعصابك، انزلي اقعدي تحت. يلا حاضر يا حمد. كلمت الدكتور وزمانه جاي في السكة. دكتور مين؟ دكتور رأفت اخويا. اه طب كويس، انا كنت هكلم الدكتور العيلة بتاعتنا. لا مفيش داعي، ما تتعبش نفسك. شكر الله سعيكم جميعا. العزاء في السيدة زينب النهاردة إن شاء الله. عزاء إيه اللي في السيدة؟ دي ماما يا بابا، يعني عزاء يبقى في عمر مكر ويحضروا رجال اعمال ووزراء ومندوب من رئاسه الجمهوريه والناس كلها تحضر. العزة في السيده زي ما قال عمك عبد الله، لو عايز تتمنظر انت واخوك بروحوا عمر مكرم. تسليم يا صبري قوم. أيوة. تجيبوا 10 عجول وتذبحوهم تفرقوهم على الحته كلها. مش عايز بيت يبات في الحته الا وهو واكل لقمتها. أنا أدري كانت نادرة وما لحقتش توفيه. وإيه اللي حصل؟ كلب مصرخ وعايزة تروح الدفنة، ولما مسكت فيها عشان ما تنزلش قعدت تعيط وتزقني لحد ما أغمى عليها. هتبقى كويسة إن شاء الله. يا رب يا رب صبرها. خليكي معايا التليفون يا رحمة، لو حصل أي حاجة كلميني على طول. حاضر. ربنا يخليك لينا يا اخويا. انا لازم امشي دلوقتي عشان الحق اروح اغير واطلع على العزاء. يلا اتكل على الله. دكتور انت رايح العزاء اللي في السيده؟ اه طبعا. طب ممكن تاخدني معاك؟ لان انا بصراحه ما رحتش السيده قبل كده. وماله؟ بس يا دكتور اتفضل يا دكتور. تعالي يا سلمى اقعد استريح. ربنا إننا سمعنا منادي أيوة
ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا طول اليوم واقف، ما ينفعش كده، ريح نفسك شوية. أنا مش مصدق نفسي، مخي هينفجر، ماما خلاص راحت، وبالبساطة دي تتصرف في حادثة وتموت الطريقة البشعة دي. معلش يا سيد استحمل، اجمل شوية، ما ينفعش كده. هي كانت الصدر الحنين اللي بتهون علينا كلنا، الله يرحمها. أنا مقدر اللي أنت فيه، بس هنعمل إيه؟ اللي في إيدينا ممكن نعمله، الأعمار بيد الله ثابت، وأنت راجل مؤمن. كله رايح، سبحان من له الدوام، سبحان الحي الذي لا يموت، واللي جاي طيب يا طيب. خد كوبايه الشاي دي يا حاج. مش قادر يا حاج، حرام عليك، انت كده هتوقع من طولك، انت من ساعه ما حصل اللي حصل وانت ما شربتش بق ميه، حرام عليك، ده انت راجل مؤمن. وبعدين انت قايم من عيا جديد وعمليه اشد وجسمك تعبان، مش هستحمل ده كله. صحيح، ده انا اللي كنت عيان، قال ازاي العيان بتاعكم قال الشديد بتاعنا هو اللي مات. مش كده يا ابراهيم، مش كده، لا حول ولا قوه الا بالله، اجمد يا راجل. ادي حالك امال يا ام حسن، لازم نمسك نفسنا عشان خاطر مديح. مش قادره، مش قادره يا رحمه يا بنتي، الغاليه راحت يا حبيبتي، الغاليه راحت. لازم نبقى جامدين عشان خاطر الغلبانه اللي فوق دي تقدر تقف على رجلها، وعشان خاطر الحاج اللي لسه قايم من عاي. اجمدي
اجمد يا ام حسن، خلي النهارده يعدي على خير، دي مسؤوليه، ولا هنجيب ناس من بره يقفوا لنا. حاضر حاضر يا رحمه حبيبتي، حاضر يا بنتي، حاضر. انا هطلع فاطمن على مديحه شفتها عندي. يا حبيبتي يا طن، هتوحشيني يا حبيبتي. هتعمليش روحك كده يا باكي يا حبيبتي، هتموتي روحك بعد الشر عليكي. هي ساعه كانت حبيبتنا كلنا، بس انت بالذات كانت بتحبك قوي. هوني على نفسك يا روح قلبي عشان ما تزعليهاش يا حبيبتي. يا حبيبتي يا حبيبتي يا ماما يا مشدود. هي اللي اسمها رحمة دي مالها بتتصرف كده كأنها ست البيت؟ ما هما كده ناس البلدي. أيوة بتوع السيدة. يا حبيبتي يا طعم، يا ربي هما إيه اللي بيعملوا ده؟ مين اللي شايف حركاتهم دي؟ ده حتى كل اللي قاعدين هنا ضيوف، ومديحة حرام قاعدة فوق أوضتها. ليه الكذب ده؟ ليه؟ ما هو لازم يشتغل كويس، يمكن الحاج يجي ويشوفهم هم عاملين حزانة. استحالة يا ماما، الحاج ده راجل طيب قوي، ما يخلش عليه الكلام ده وما يضحكش عليه، وبعدين ما بقتش فرقة. بقولك ايه، هي الحاجة ما سابت لهمش حاجة؟ يا ماما الحاج ابراهيم مش مخلي ولاده محتاجين اي حاجة ابدا. صدق انك طيبة، ده جبار. يا ماما كفاية بقى. الله يرحمك يا غالية. كانت غالية صحيح. تزعل مني؟ تزعلك؟ عمرها ما تقول لك كلمة وحشة، كان لسانها ده بينقط سكر. الله يرحمك يا غالية. الله يرحمها ويجعل نسواها الجنة يا رب. ايه يا حبيبتي؟ عملت لك النسكافيه؟ أنا خلاص يا رحمة، كان نفسها تشيل ولادي. ربنا يرحمها، ادعي لها بالرحمة حبيبتي. مش عارفة أقولك ايه، أكيد فراق الأم صعب، بس الحياة بتستمر، بكرة ربنا يعوضك بولاده، يملوا عليكي دنيتك. تفضل قاعد بره كده كتير؟ تخش جوه ترتاح شويه؟ انا عارف انك مش هتلاقيها مستنياك، عارف انك مش هتقدر تقعد ولا تقدر تقف ولا هتبقى عارف تروح فين في البيت الكبير ده كله. انا بفكر اروح اقعد في السيده. وانت يعني لو رحت السيدة هتنسى الحاجة فردوس؟ هتغيب عن بالك لحظة؟
ده عمر ما يتنسيش. برضو هتشوفها في أي حاجة حواليك، وهتسمعها في أي حاجة في البيت ده كله. يلا يا حاج، انت راجل مؤمن وإيمانك بالله كبير. يلا بقى ادخل جوه، اقعد مع أولادك شوية يخففوا عنك ويونسوك. من هنا ورايح مش هنسيب حضرتك أبدا، وهنفضل معاك ليل نهار. واعمل حسابك يا ماجد، احنا هنعيش هنا في الفيلا مع عمو. عمو ما بيستغناش عن إبراهيم وحسن، وأنا كلمت ماما عشان تبعتهم لنا. أنا أصلا قاعدة لوحدي زي بيكي. مال مديحة فين؟ تعبانة قوي يا عمو، بس الصدمة شديدة عليها جدا. صدق يا بنتي، قومي يا حبيبتي اغسلي وشك وانزلي استنيني مع اخواتك تحت، عايز اقعد معاكم وانا هغير هدومي وانزل لكم. انا لاممكم يا اولاد دلوقتي عشان عايز اعمل زي امكم الفاتحه على روحها. ولا الضالين آمين. أنا عارف طبعا ومتأكد إن فردوس الله يرحمها لمتكم وقعدت معاكم وأنا راقد عيان في المستشفى، وقدرت تخليكم تعملوا اللي أنا ما قدرتش أخليكم تعملوه وأنا بكامل صحتي. تقصد يا بابا لما خليتكم تقفوا مكاني في الشغل؟ ويا ترى دي حاجة كويسة ولا وحشة؟ أكيد حاجة كويسة طبعا، إنها تخليكم تقفوا تشوفوا أشغالكم. لو كان حصل حاجة وحشة مش ممكن تبقى هي السبب فيها. يا بابا بعد إذنك، ممكن حضرتك تصدق إن إحنا ممكن فعلا نبقى كويسين؟ يا ريت يا بابا، أنت طول الوقت شايفنا بنغلط. عارف يا بابا، عايز تعمل زي ماما الله يرحمها ما كانت بتعمل بالظبط. ماما كانت مصدقة إن ولادها أحسن ناس. يعني إحنا بابا وحضرتك مستعد إن أنت تصدق بجد إن إحنا ممكن نبقى كويسين وممكن نعمل حاجة صح؟ طبعا يا ابني، منى عيني تبقوا أحسن ناس. مفيش بني آدم في الدنيا يا حبايبي ما يحبش عياله يبقوا أحسن مني. نفسي تبقوا أحسن مني لأني بحبكم. وإحنا كمان بنحبك يا بابا. يا بابا أنت حنين قوي، بس بتغضب مننا بسرعة. اغضب يا بابا زي ما أنت عايز، المهم إن إحنا نفضل مع بعض. بس ماما ما كانتش بتغضب قوي كده، ماما كان زعلها معانا على خفيف. تفتكر حضرتك هتعوضنا عنها؟ أنا عارف يا ثابت إنكم بتحبوا أمكم قوي، لكن يا ابني مفيش أب يقدر يعوض حنان الأم ولا عطفها على عيالها أبدا. هي الأم كده، ربنا خلقها كده، وأنا لا هعرف أطبطب ولا حايل زيها. إحنا كمان يا بابا هنعمل أي حاجة عشان ما تزعلش مننا. صح يا مديحة، المهم يا بابا إن حضرتك ترضى عننا. ربنا يرضى علينا جميعا يا ابني ويصبرنا ويجعل روحها معانا دايما. انا عارف ان انتوا تعبتوا اليومين اللي فاتوا من ساعه ما حصل اللي حصل، عشان كده مش هتكلم معاكم في الشغل الا بعدين. بس احنا اشتغلنا في المجموعه انا وماجد وسمير جوز مديحه. طيب عارف، سيبكوا دلوقتي بس من الشغل وخلينا في قعدتنا دي، عشان انا حاسس ان امكم معانا. يا ام حسن. امرك يا حاج. احنا بقالنا مده ما كلناش سوا يا ام حسن، حضر لنا لقمه بقى عشان نتعشى. ربع ساعه والعشاء يكون جاهز، ربنا يجعله عامر بيك وبولادك وولاد ولادك قادر يا كريم يا حاج. ايه
معلش يا حبيبتي تعبناكي معايا اليومين دولت، بجد حسيت ان انت زعلانه زيي وزي اخواتي. ربنا يخليك لي يا حبيبتي. يا حبيبي اوعى تقول كده، احنا ملناش غير بعض، واخواتك دول اخواتي واهلي. ان شاء الله اللي جاي هيبقى احسن بكتير. بقول لك ايه يا ماجد، بيتهيالي بعد ما وقفتوا مع باباك في المجموعه وهو عيان اكيد هيكافئكم مكافاه كبيره قوي. يا ترى ازاي؟ هيدي لكل واحد فينا مصنع يدير لوحده؟ ما افتكرش، هو بكتير هيزود لنا بمصروف. انا بعد اللي سمعته منه اكيد هيديكوا حاجه اكبر من كده بكتير. معقوله يا باكي؟ وليه لا؟ وعلى فكره انتوا المفروض ما تستنوش لما هو يديكوا، انتوا تقعدوا معاه وتطلبوا، انتوا ولاده يعني فلوسه هي فلوسكم. يعني لو قلنا له كده ما يزعلش؟ يا حبيبي المهم الطريقه. ازاي يعني؟ محدش بيقول لحد هات فلوس. طبعا لا مش هنقوله كده. اقول لك انا بقى المفروض تقولوا له ايه. تقولوا له يا بابا يا حبيبي بعد تعبك العمر ده كله في المجموعة المفروض بقى ان انت تقعد في البيت وتستريح وترمي حمولك على ولادك، ولا ايه؟ ها وبعدين ايه اللي حصل؟ رأفت قال ان بابا بعد العملية ممكن صحته ترجع زي ما كانت قبل العاية بالظبط. طب يا ريت يا ثابت، يا ريت ربنا يشفيه ويرجع احسن من الاول. عمه كان تعبان قوي وحالته كانت صعبة جدا. مشكلة بقى لو الكلام ده طلع صح، بابا هيرجع الشغل تاني زي ما كان. لو لقاكم قد المسؤولية وقدرتوا تسدوا مكانه وعملتوا كمان اللي هو عاوزه، يا ثابت ده هيبقى مبسوط قوي لدرجة كمان انه يغير معاملته ليكو. ما هو لو رجع الشغل هيزعل قوي، اصل بابا ده ما بيعجبوش العجب، واحنا بصراحة عملنا العجب واكتر شوية. ليه بس بتقول كده يا ثابت؟ احنا ما صدقنا ان رضا عنكم وعن شغلكم معاه. لا اكيد المشاكل دي بسبب صبري وسليم. ده موضوع صبري وسليم احنا خلاص خلصناه، اتصالحنا معاهم. طب قول لي يا حبيبي بالنسبه للمجموعه كسبت الفتره اللي فاتت ولا لا؟ سلوى بقول لك ايه، انا تعبان وعايز انام، عايز ابقى فايق في قعده بابا معانا بكره. طب نام يا حبيبي ويا ريت تفضل فايق كده على طول لشغلك. اهو ده اللي انت فالحه فيه. بقول لك ايه، نام احسن. مالك بس يا حبيبتي؟ عايزة اطمن على بابا. ماله بس بابا؟ مش عارف، بس متهيألي النهاردة هيبقى أصعب يوم عليه. تقصدي يعني عشان أول ليلة هبات فيها لوحده؟ أصلا مش عارف ماما كانت بالنسبة لنا إيه. معلش يا حبيبتي الله يرحمها. انا هقوم اروح له. حبيبتي ممكن يكون نايم. لو نايم هرجع على طول. صدقيني يا حبيبتي هو كان باين عليه التعب عاوز ينام. لا انا عارفه بابا. صحيتي لحد دلوقتي يا حبيبتي؟ انا برضو ايه اللي مصحيني ده، انت حتى ما كنتش بتحب السهر. كان زمان ايام ما كانش عندي المشاكل دي، ترجع من الشغل احط راسي وانام على طول، ما احسش الا امك بتصحيني تقول لي قوم صلي الفجر. الله يرحمها. اتجوزتها عن حب يا بابا.
جوزتها عشان كانت بنت ناس طيبين، شالتني العمر كله، عمرها ما زعلتني ولا يوم واحد غلطت فيا ولا حتى زلت لسان. فضلت مريحاني لغاية آخر يوم في عمرها. ما سألتش نفسي عن حكاية الحب دي. الفراق صعب يا بنتي، صعب علينا كلنا. ربنا يصبرك يا حبيبي. قومي نامي يا حبيبتي. ماشي حبيبي، تصبح على خير. معقولة يا حضرة الضابط؟ للأسف هو ده اللي وصلنا له. ده شيء بشع. هو في ناس كده؟ والله ده حرام. طبعا، بس المفروض تحمدي ربنا. أحمد ربنا؟ طبعا، لو كنت في البيت كان زمانك في إعداد الأموات دلوقتي. يا حبيبتي يا سناء، فادتيني. إحنا كده عايزينك تقفي معانا. إزاي؟ إحنا عايزين نحكي معاكي بالتفصيل. عن إيه بالظبط؟ واضح ان اللي قتلها حد من معارفك وكان زعلان منك فقرر يقتلك. فيا ترى تكوني عملتي له ايه عشان يقرر انه يقتلك؟ والله يا حضره الضابط ما عارفه، بس اللي حضرتك عايزني احكيه لك انا هحكيه. مهما كان بيمس خصوصياتك؟ طبعا. نبدا من الاول، كنت فين ليله الحادثه؟ انا خلاص هتجنن، برج من نافوخي هيطير. بقى الراجل اللي كنا خلاص قربنا ندفنه يقوم ويبقى زي الحفريت، والست اللي كانت زي الفل هي اللي تموت. يحيي العظام وهي رميم. انا فعلا عمري ما كنت اتخيل ان اللي حصل ده ممكن يحصل، ما تخيلتوش تماما. بس هنعمل ايه، دي حكمه ربنا. سيبك بقى من التفكير بالطريقه بتاعتك دي، انا عايز مهما حصل هدفك يبقى هو هو، وسواء كان الحاج موجود في المجموعه او مش موجود. ودينا كلنا عارفين ان الحاج راجع للمجموعه وهيشتغل، واولاده مالهمش في الشغل معاه. لكن طبعا سمير بيت رملي يشتغل مع الشيطان. انا فعلا بدات افهم الشغل هناك، وحاسس بجد ان انا قربت اكون بشارك في اداره المجموعه. بتشارك؟ الكل دلوقتي مركز في الصراعات اللي بينهم وبين بعض، كلهم، ماجد وثابت، المدير المالي وعبد الحميد، وصبري وسليم، وكلهم واقعين في نفس الدايره، حتى الحاج نفسه. طب الحاج نفسه ازاي؟ اقول لك، ما هو الحاج لما يرجع المجموعه بتاعته اللي هو لسه ما يعرفش جرى فيها ايه، الاكيد ان هو هيتصدم. صح صح. وبعد ما يتصدم هيدخل في خلافات وصراعات، هيقف مع مين فيها بقى؟ صبري وسليم اللي هو اكيد هيرجعهم معاه. دي مش هتبقى خلافات، هتبقى حروب. ايه رايك بقى في اللي انا عملته؟ احنا ما قصرناش معاك يا مدام رحمه. انا متشكره قوي يا دكتور، بس ايه حكايه احنا دي؟ ما هو أكيد أنا مش لوحدي. ويطلع مين بقى اللي معاك؟ قصدك أنا مع مين؟ ياه، أنت اللي معاه؟ وناجي إيه في بيزنس بالحجم ده يا مدام؟ حجم إيه دكتور؟ دول شوية ده ولا راح ولا جم، هيطلعوا بكام يعني؟ يعني بشوف إن هما ما يستاهلوش كل المخاطرة دي. عندك حق، الموضوع ما يستاهلش، بس الشغل ده مش بس دواء. أمال إيه؟ موضوع الدواء ده مش أكتر من غطا بنغطي بيه على شغل أكبر من كده بكتير يا مدام. شغل ايه ده؟ احدث شغل ممكن تشتغلي فيه وتكسبي منه بمنتهى النظافة. ايه؟ مخدرات؟ اقولك احدث بيزنس تقوليلي مخدرات؟ ثم دي ناس محترمة يا مدام، مش بتوع اجرام. فهمت، يعني بيزنس من اللي مسموح بيه. هو مسموح بيه في الدول المتقدمة، بس عندنا هنا مصعبينها شوية. بقولك ايه دكتور، ما تجيب من الاخر وتفهمني وبلاش شغل الفوازير ده. اوكي انا هفهمك. هنفترض ان في حد مقتدر ولا قدر الله جاله فشل كلوي ولا تليف كبدي ولا ممكن يعمل ايه؟ يعني طالما معاه فلوس اكيد هيسافر يزرع بره. مظبوط، واحنا بقى خدمة للطب وللإنسانية وللعلم ولشوية حسابات كتير منها طبعا مكسبنا، قررنا نخلي زراعة الأعضاء دي بدل ما هي بره تبقى جوه. تجارة أعضاء؟